أول ما بلشت المشكلة أنا كنت مع أهل البيسان، وأنا بعرف كل شي صار معهم، تمام؟ اليوم طالع بهالفيديو لوضح كل شي وورجيكم الحق مع مين. خليكم على الفيديو. السلام معكم مرتوني، رجعت لكم فيديو جديد. هاي المشكلة بين اليوتيوبرز محمد جواني وبيسان إسماعيل، فراح أوضح لكم المشاكل شو هنين وحق مع مين بين هدول الشخصين. فأنا راح أترككم مع السكتش قصير بوضح لكم كل شي عم يصير بهالمشاكل كلياتها، ان شاء الله تستمتعوا فيه. فاذا انتم جداد بالقناة اصدقائي، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، وبترككم مع السكتش. يلا، وانا عمل علينا غنية لازم نرد عليه، نحن لازم نرد عليه. شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ شو رح شو رح نعمل؟ اوكي، اول شي بنكتب انه كان بيحشش، اي كان بيحشش. تاني شي نقول كان بيسرق، كان بيسرق، وكان بيعمل مافيا، لأنه كان بيهجم على الناس وكان بيضربهم، لهيك عمل غنية مافيا. كان مافيا وكان بيضرب الناس ويشلحهم بالألمانيا، هو مطلوب بألمانيا. إيه حلوة، مشان هيك نشوه سمعته قدام الناس والناس تكرهه، هيك نقضي عليه. هي كمان مطلوب بألمانيا، ما فيو يجي على ألمانيا، هاي نقطة. وبأرجل كمان، لا أرجل عادية، هي أرجل كلها تنرك. شو كمان شو كمان شو كمان، وهرب على تركيا وشركاته كلها فيك، وهرب على تركيا وشركاته كلها فيك. أوكي، أنا هلا رح أطلع بفيديو تعليماتي من حبيب قلبي فرح، فأنا رح أقدم لكم شيء حلو. هو كان حشاش، هو كان حشاش، كان بيتأخر، كان بيضرب ناس، هو ناصب على الناس كلياته، وكان مافيا، لهيك عمل غنية مافيا عليه. اوكي، هو والله لشوه سمعتك يا جواني، والله لشوه سمعتك. يلا، حفظت السيناريو تمام وكمال، خليها هيك، كل ما خربطت بالشي اقروني مشان يكون الدم عيوني. كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم حفوظة، معكم امجد. اليوم فرح مو معي، فأنا رح أرد على محمد جواني بشغلات هو عمله بألمانيا. أتذكرك ولا لا؟ أتذكرك شو كنت تعمل عنا بألمانيا؟ أنت كنت حشاش وكنت أرجل، ما كنا أرجل، اللي عيد أنا لا راح نعيد، وكنت تنصب على الناس وكنت تعمل مشاكلهم بألمانيا، كنت تعمل كتير شغلات، كنت تضرب الناس، كنت شو 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 كان شو كاتب هون؟ الله، يعني تضرب ناس، كنت تعمل كل شيء هون، اوكي؟ شو كمان شو كمان؟ هيك، وعم ويا جماعة مشان ويا جماعة مشان تعرفوا انه هو مافيا وكان بيخرب اسم بيسان معه، فعمل غنية مافيا دخل بيسان معه غصب عنه، والله غصب عنه دخل بيسان معه وشاركوا بغنية مافيا، مشان تعرفوا انه هو مافيا بألمانيا، لهيك هو مطلوب بألمانيا هلا. وما في يجي لهون، إذا هو بيقدر خليه يجي لهون، شركاته كله فيك. حفوظ أم، أنا أمجد، وصدقونه أنا بحكي الحق وما بحكي غير الحق. مالك هذا فات الشي بالورقة؟ أوكي أوكي، مو مشكلة، والله على خط فرح ما بفهم عليها شي. هيك ما قدرنا لولاد جواني، شو بدنا نسوي؟ ما في غير نحكي مع مرسال 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 مرسال. الو، كيفك مرسال؟ شو اخبارك مرسال؟ بدنا اياك انك مرسال بدنا اياك انك تطلع وترد على جواني انه هو سرق بيتك. اذا ما بتطلع وبترد عليه والله لنشتكي عليك على القاضي. ليش بدنا نشتكي عليك على القاضي؟ انه اجى حرامي على بيتك وسرقك وانت ما اشتكيت عليه، هيك بدنا نشتكي عليك للقاضي انك اجى حرامي سرق بيتك وما اشتكيت عليه. والله اعتذر بلا تهديد. ايه هيك، بدك تطلع ترد عليه وغصب عنك. بدك تطلع. انت صافف معنا ولا صافف معه؟ مالك صافف لا معنا ولا معه، اوكي؟ انت بدك تطلع وترد عليه، ما بدك تطلع
هاي اعتبرتها والله نرفع عليك قضية انه اجى حرامي سرق بيتك وانت ما اشتكيت عليه. والله سكر الخط سكر الخط يا مرسال، انت هيك عم تعمل؟ والله لا اشتكي لك قاضي عليه انه حرامي اجى سرق بيتك وانت ما اشتكيت عليه. لك بدي افهم، يا الله بس بدي افهم، انه حرامي اجى سرق بيتي، انت شو دخلك انه بدي اشتكي عليه ولا لا؟ هنا انا اخطا الشغله. المهم خلينا نرجع للسكتش. بدي ارجع اتصل بالمرسال. مالك ادنى بعدك بالادنى يا ادنى لسه نحن ما نكدنا، مالك ادنى لا تتحدى هاي الساعه على راسك جواني. ضربنا حكي مرسال طلع حكى علينا، يعني هلا رح نحن شو رح نساوي؟ انا هلا الناس عم يعتبروني اني مالي زلمه. بس انت الحريم اسعد والله مصيبه على عمتي، ما تطلع يا حرامي. ناس عم بيعتبروني اني مالي زلم، شو رح اساوي؟ شو رح اساوي؟ مالي غير بيسان دايا. كيفك عمو؟ معك عمو حفو عمو امجد. ايه بيسان، عندي حل واحد انه نخلي الناس هيك تستعطف معنا وتوقف جنبنا. ايه انه هي انه انا غير ميولي الجنسيه، شو رايك؟ كيف؟ بدي خبرك كيف؟ أحلى فكرة هاي والله، الناس كلها رح توقف معنا وكل الناس رح يكرهوا مرسال وجوان. أوكي ميول الجنسية غيرها، يعني أصير مرة مثلكم هيك قش اللف هيك، نحن نصير نسوان بين بعض، شو رأيك؟ هيك يعني نصير هيك جمعة نسوان نبكي مع بعض والناس هيك تستعطف علينا وتوقف جنبنا، هيك بنقدر للمرسال وللجواني. حلوة ما الفكرة؟ لا 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 هيك هيك احلى فكره، يعني كل انا ببكي ومرتي فرح تبكي وامك بتبكي وانت بتبكي، كلات هيك نبكي مع بعض سوا ونعبي لنا سطل ونرش بالباي. كيف؟ العمل رد جواني مره ثانيه علي، شو رح اسوي؟ شو رح اسوي؟ شو مالنا غير كمان احكي مع بيسان. الو لك بيسان، ناس صارت لك ناس كلها صارت يكرهونا، لك اذا غيرت ميولي جنسيه ما زبطت، اذا طلعت حكيت كذب، لك راشيتها ليك قدامي فرح كل يوم عم تكتب لي اربع خمس ورات، ما عم بقدر احفظهم، لك ما عم بقدر احفظهم. انا عندي فكره حلوه اكثر، شو رايك تقول لامك انه ضربها جلطه وتطلع تصور ستوري وتبكي وتستعطف في ناس هيك اللي تعال، شو كيف؟ حلوة ما؟ انه امك هي اجتها جلطة لا سمح الله، يعني حلوة. لا لا حلوة هي، هلا بتطلع على ستوري بتبكي، هي من افكار خالتك فرح، هلا بتطلع على ستوري تبكي تستعطف في ناس وكل اليوتيوبر صار الخواريف كلياتهم بيستعطفوا معه، وياك نقدر لجواني ولا مرسال، لانه هلا كان جواني صار مرسال كمان، وهدول الاثنين اذا اجتمعوا والله بيخربوا بيتنا والله. ايه هلا اطلع ستوري وخدي السيلفي قبل ما هيك تموت امك، خدي معها سيلفي شوفي لا سمح الله. خدي السيلفي هيك مع امك انه شوفي امي مرضانه رح تموت. ايه هيك ساوي، ايه هلا بتطلعي وبتعملي هيك مثل ما قلت لك، تمام؟ هيك نقضي على الجواني وعلى المرسال كمان، هيك نضرب عصفورين بحجر واحد، لانه حكي كل حكي اللي حكاه جواني طلع صح، ومرسال اكد هذا الشيء. ايه لهيك انت تعملي هيك بنستعطف الناس لما نبكي، لانه غيرت ميولي جنسية ما زبطت، طلعت حفظت اربع خمس راشيتات من خط فرعي اللي ما بينفهم منها ما صارت، يعني قديش عملت بروفات ما بتزبط، قديش كذبت ما عم بيزبط،
ما عم تزبط ولا عم يزبط ولا انا لك انا بدي احكي شغله بس انا يعني يلعن ابو هذيك الساعه اللي صارتكم فيه والله العظيم شمستوني لك انا حفوت انا امجد لك صرت اخربط بين اسمي من كتر ما الناس نادوا له حفوضه عم بخربط بين حفوضه وامجد يا حبوبي اللي امك عم تاخذهم هيك مشان تسهر بالليل وهيك ضلها صاحيه صارت عم تتاثر علي اه شوفي عم برجف انا خلص هلا بتطلع على ستوري وبتبكي انه امك اخذوها شو اسمه الاسعاف لانه هون الاسعاف بالالمانيا بس تتصلوا عليه انه مثلا وجعك قلبك او اداء نفسك تتصل عليهم بيجوا فورا فهيك بتصوري هالمقطع كمان انه الناس يشوفوا انه عن جد امك اجاتها جلطه كيفني معك لا لا بالمستقبل رح نعمل هيك شي فيلم سوا انا وياك تمام يلا باي حبيبتي انتبهي على حالك نحكي يلا باي اصدقائي هي سكتش وضحت لكم كل شيء الحق مع مين ومين الظالم ومين المظلوم الشيء اللي انا بدي احكي لامجد هلا بدي احكي اسمه للامجد ولبيسان انه تمثيلكم فاشل وبعطيكم ديسلايك راح بعطيك بايدي ديسلايك راح اعطيك بايدي ديسلايك شوف الوضع كتير بهوي بيطلع لي روبرتس وبعدها بينوي فقلب الحاله شو فيني اسوي اكسر له عظام وانا هيك جوي انا هيك حياتهم كلياتها مجرد انه يبكوا يمثلوا على الناس هيك يستعطفوا كل الناس معهم انا شفت يلي عملوا جواني وعملوا مرسال صح والرساله صغيره لبيسان اسماعيل انا هالبنت ما بكرهك انا والله العظيم ما بكرهك وانا من قبل عامل فيديوهات عنك بقناتي انا هاي البنت ما بكرهها بس انا كرهت تصرفاتها مع جواني جواني كمان شخص غني عن تعريفي عن الشخص اكابر مرسال كمان ضخير قلبه حبيب قلبي هذا كمان شخص يعني قلبه طيب لدرجة ما بيوصف له دحكي رسالة لبيسان اسماعيل لا تنسي الشخص اللي كان يدافع عنك قدام كل الناس حاربك قدام يسام حاربك قدام كل يوتيوبرز اللي وقفوا بوجهك ترك عز صديق عندهم علي مرسال وقف جنبك بعد هلا مين بدي وقف جنبك اذا صار معك شيء لولا جواني كل هلا كانوا دعسوا عليك خلي هلا الجاي انا سينفعل هو ما رح يعمل هو ما رح يقدر هو شكله مثل الجاي يعني ما رح نفيد ولا بفيد ولا بيستفيدوا عرفتوا كيف انا حبيت اوضح النقطة لبيسان انه ما تنسى ان هالشخص مع بالمرة قبل الحلوة ف لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو اصدقائي بتشك كل حدا وصل لهون كان معكم اخوكم التوني من قناة التوني في امان الله بشوفكم حلقة جديدة We'll be right back.